12 دولة عربية ستتأثر بحالة جوية ماطرة وإقليمية. هذه الحالة ستبدأ يوم غد الجمعة وستستمر لمدة 10 أيام. هذه الحالة ستشمل كل من الأردن، فلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى دول الخليج العربي، السعودية، والكويت، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والبحرين. وهذه الحالة ستترافق بالأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية وتساقط البرد، حيث من المتوقع أن يكون تساقط البرد كثيفاً في بعض المناطق، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان الأودية والشعاب وتشكل السيول، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل غزارة الهطولات وبفعل الأتربة المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة المصاحبة للعواصف الرعدية. ونتمنى لكم السلامة جميعاً، وتابعونا بآخر التطورات أولاً بأول مع طقس العرب.